المواعيد دي ان شاء الله هتتحدد. هو كابتن، هو الملاحظ جزئيه ان احنا دلوقتي بدانا نتابع بامانه شديده، وده عاوز اقول لكل المتنافسين هنا في القاهره يقعدوا يفكروا شويه. بدانا نتابع اخبار الكاف من خلال الصحافه المغربيه. يعني كل ما تريد ان تبحث عن معلومه او خبر او قرار عليك ان تتابع. لم تعد القاهره هي مصدر البحث عن المعلومه. لم يعد لك شيء في الاتحاد الافريقي. لم يعد لك شيء الان الاتحاد الافريقي. ده كلام خطير. لا يعني لم يعد لك شيء دايما. ده مقر الاتحاد الافريقي رغم في قلب رغم المقر هنا يعني. لكن شوف حضرتك، النائب الاول السيد فوزي لقجع، ده رئيس نهضه بركان. السكرتير العام عبد المنعم با مكان السكرتير المقال ماشي والمستقيل. اين انت؟ تم ابعاد اغلب الموظفين المصريين من الاتحاد الافريقي. ارتاحت الناس بعد ما قعدنا بقى مصطفى فهمي وعمرو فهمي والكلام الغير حقيقي والكلام التدليس والضحك على الجمهور واللعب صحيح. بكلام مش منطقي وتزوير وتشويه حقائق. الناس بتشتغل لمصلحه مصر. عاوز اقول لك يعني كله ده الناس اعتقدت يعني عارف انت ايه، الناس دي هتتحاسب. ربنا هو اللي هيحاسبها على كلام مش حقيقي مش موجود. ما يصحش. ادينا مين اللي خسر في النهايه؟ خسرت مصر مش موجود. المهندس هنا بريده يعني دلوقتي الراجل بيحافظ على مكانه. موقفه وتدخلاته تبقى بحساب ماشي. لم تعد لك اليد الطولة ولا القوة في الاتحاد الافريقي وايضا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ماشي. بص احمد عمل ايه؟ فرغ الاتحاد الافريقي من المصريين. شوف حجم الناس اللي تم ابعادهم في كل الاماكن الموجوده جوه. ما عادش عندك، ما عادش مش موجود. ما هو ده دور علينا كمان. ما انا بكلمك بقول لحضرتك انت دور على حضرتك انك ناقد ويعني وصحفي كبير انك تشير للنقطه ديت، لان احنا بنتكلم على حاجه مهمه جدا. مش السيطره على الاتحاد الافريقي، محدش بيسيطر على الاتحاد الافريقي، لكن التواجد داخل جدران الاتحاد الافريقي لازم يكون في تواجد. والتواجد ده كان في اوقات كتيره كنا احنا الاكثر تواجدا واكثر ايجابيه داخل الاتحاد الافريقي. ده مش هيعود ان احنا بناخد حاجه مميزه عن الدول الثانيه عشان بس الناس ما تفهمش غلط، لكن دايما عندك الداتا ودايما عندك المواعيد الصحيحه ودايما بتتدخل بشكل رسمي في اوقات، لان اليوم بيفرق. يعني اليوم بيفرق والتدخل السريع يفرق في قرار ممكن جدا يكون في مصلحة الكرة المصرية أو ضد مصلحة الكرة المصرية. فده يعني إن شاء الله الفترة اللي جاية نشوف تاني. يعني أنت بتتكلم على نقطة مهمة جدا إن إحنا لازم يكون لينا. طب عاوز أقول لك حاجة، يعني بص، الصحافة المغربية شيطنة الاتحاد الأفريقي ووجود المصريين فيه ونجحت في إن إيه؟ كسرت إيه الباب، واستطاعت أنه تم إبعاد وتفنن أحمد في إبعاد المصريين الموجودين في الاتحاد الأفريقي. أنا بطالب مهندس بريدة أنه لابد كل موقف، وهنا بريدة عمل كتير جدا ويستطيع أن يعمل طبعاً. فهو مطالب بأمانة شديدة. لا يجوز أن نصمت وأن نترك الساحة بهذه الصورة. الوجود يا جماعة مش معنى أنه هيديك ميزة في بطولة. كل الكلام ده لا يمكن يحصل، أنه خلاص في عيون وفي ناس بتتابع الأمر. يعني مع مصر ما بيحصلش، لكن مع ناس تانية يحصل. يعني مثلا فوز الترجي بدوري ابطال افريقيا في النسخه الاخيره كان قرار فج وقرار صعب جدا، وتم يعني نهانه رئيس الاتحاد الافريقي ولم يستطيع ان ياخذ قرار، وفي الاخر تم منح اللقب في ظل غياب الفار وحكم قراراته ظالمه ماشي، وظلم الوداد في البطوله دي. الكل بيقول لك ايه ده، ادوا له وعد انه هيعودوه. لا، هو احنا بنلعب في مركز شباب، ما خدش البطوله فاتت نديك البطوله الثانيه. لا، دي مباراه 90 دقيقه والحكم هيتشاف والناس هتبقى عارفه من طاقم التحكيم اللي جاي. اهم حاجه انك انت ما تزرعش في نفسك حاله من الخوف والفزع وعدم الثقه في لعيبتك. لازم يكون لعيبتك حاضرين. دي مباريات البطولات الكبرى، دي المباريات اللي بتبقى حاضر فيها شخصيه اللاعب القوي والفني والجهاز الفني القوي اللي دارس اللي عارف. ممكن اعتقد انه احنا على المستوى لا محتاجين بعد نهايه دوري ابطال افريقيا دي محتاجين وقفه من المهندس هنابوريه، محتاجين فعلا يبقى في قعده، محتاجين نشوف عدم التخلي والتراجع الواضح ده مش في صالح الكره المصريه. مش في صالح الكره المصريه. وكمان